الأول وما أدراك ما هو الحب الأول. أبدا حب عمره ما يقيس الحب الأول بالذات. اه طبعا مش بتنسى، بس ايام ايه كان في معلش سيادتك كان في احترام. حب بيجي بعد الجواز بصراحه. كنت صلاحيه عجوزه. اعتقد انا في مرحله من العمر ما احنا بدور على اكل العيش. بيتنسي بس عشان حب يتنسي لازم يحل حب مكانه. طبعا طب احنا عشنا ايام الرومانسيه ايام عبد الحليم حافظ، ويمكن هو جسد الكلام ده في فيلم الرساله الخيريه. حقيقة الحب الأول أجمل شيء في الوجود، وأنا مثلا كان عندي دلوقتي مثلا 63 سنة ولا زلت أتذكر حب الأول، ولما بشوف أحس بنشوة لا تستطيع. أيام الشباب وأيام الشعر وأيام الشامبو والقصص، أيام رجع غبازة. وخلي بالك فيلم الأيدي الناعمة قصة إحسان عبد القدوس، شفت الحب المحترم لغينا ولا حاجة، فهيت البسبوسة 100 100. والدتي أيام والدتي كان لما نعمل اي حاجه بتتفرق على الشارع كله، ليه كان في حب برضه؟ ما هو ده من ضمن الحب بيولد الحب. دلوقتي تلاقي الشاب دلوقتي على النت وعلى البتاع يبعت ل 100 واحده و 300 واحده و 400 ما يعرفش صفيه من علي. كل واحد دلوقتي اجيال بتتوارث. بس والله ما الواحد ما يقدرش يحكم يعني اذا كان في حب اول وحب اخير. هو بصراحه الواحد بيحب بعد الجواز بتمس القلب بقى يعني، ما انا اعتقد يعني ده رأيي. ممكن الشخص بنفسه ما يتنسيش، انما الحب بيتنسي لما يحل محل حب تاني. اكيد طبعا يعني ما بتنساش ابدا يعني، مهما الشخص يعني مثلا شاف حد تاني او اتجوز او خلف يعني ايه يعني ما بينساش اول حد في حياته وحبه، ده شيء ما بيتنسيش يعني. كل الناس ما بيتسالوش عن الحب، احنا بنهرج يعني. ده مادة برنامج ومخرج وكاميرا تصور عليها، انت بتثبتي مين؟ لما يكون واحد مش لاقي ياكل يعرف يفكر ويحب؟